لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من جمعت كل الكمالات فيه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وتابعيه ومحبيه وبعد. أحبتي في الله، حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مسوانا ومسواكم جميعا، قولوا أمين. النهاردة الميت في البيت، يعني بالبلد اللي احنا بنقوله الروح خرجت. خلي بالك الروح ما خرجتش، خد بالك دي معلومة خاطئة. غاية الأمر إن العقل صدر له أوامر عليا إلهية ألا يرسل إشارات ولا يستقبل إشارات، ولذلك ربنا في خواتيم سورة الواقعة بيقول إيه، اسمع كده: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. حد منكم يقدر يقول للروح ارجعي مرسي عملك اللي كنت بتتعمليه؟ أبدا، لأن الروح لا سلطان عليها من قبل أحد إلا من الله سبحانه وتعالى، إذ أنها سر الله في خلقه. خلي بالك الميت وهو نايم في البيت على سريره لسه، اوعى تفتكر ان هو ما عادش بيسمع، اوعى تفتكر ان هو ما عادش بيتألم، اوعى تفتكر ان هو ما عادش بيتوجع. علشان كده لما تخش على الميت اياك ان تقول الا خيرا. نقطة مهمة جدا، ولو لم تخرج بيها من الفيديو ده الا بيها كفاية عليك. اوعى تنفذ وصية فيها قطيعة رحم للميت. يعني انا رايح ازور اخويا، اخش على اخويا اللي انا مقطعه بقالي سنتين، تلاقي ابن اخويا داخل يقول لي معلش اصل هو موصي ان انت ما تخشش عليه. يا ابني ارجع، يا ابني لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، يا ابني انت لو بتحب ابوك دخل اخوه ودخل اخته ودخل ابوه ودخل كل الناس اللي كان مقاطعهم، لان ابوك دلوقتي او امك دلوقتي اقبلت الى الله، فترى الان مقعدها من الجنة أو مقعدها من النار. عشان كده صلح اللي وقع فيه أبوك، اوعى تنفذ وصية فيها قطيعة رحم. طيب وبعدين اوعى كمان حاجة ضرورية، اوعى تستهتر بالميت. يعني اوعى تستهتر بالميت، مش مشكلة مية سخنة ساعة، مش مشكلة خيشة ليفة خشنة ناعمة، لا، اسأل الميت بيحب ايه، لان الميت ده يشعر ويتألم ويتوجع. وخد بالك الغرفة دي مليانة ملايكة اللي فيها الميت، عشان كده ما تقولش عنه إلا كلمة خير، لأن الملايكة حاضرة. طيب أكلمك عن مشهد خطير قوي. تخيل كده الميت ده عنده ملك الموت. هو ملك الموت لوحده عم الشيخ؟ لا، ده ليه أعوان، قيل أنهم 70,000، وقيل أنهم 100,000، وقيل عددهم لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، ملناش علاقة عددهم قد إيه. إنما تخيل كده أن فريق من الملائكة اللي هم أعوان ملك الموت بياخدوا الروح من إصبع القدمين لحد الركبتين، وبعدين يقول دعوه ليستريح، وبعدين يجي فريق تاني ياخد الروح من الركبتين للسرة، وبعدين يقول دعوه ليستريح، وبعدين يجي فريق تالت ياخد الروح من السرة للحلقوم، وبعدين دعوه ليستريح. بعد ما يستريح ايه الحكاية؟ هنا الميت تبع مين؟ اصل ملائكة الرحمة اهي، وملائكة العذاب اهي، وملك الموت هياخد الروح على ريشة من جناحه، يديها لدول يصعدوا بها إلى الله ولا دول؟ ما تسمع في سورة القيامة ربنا بيقول إيه؟ كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق
الروح بلغت موضعها اللي ملك الموت هياخدها بريشة من جناحي، فلو هي عمل صالح يبقى ملائكة الرحمة يصعدوا بها إلى الله سبحانه وتعالى، يكفنوها في أكفان من نور وحنوط من نور. طيب ولو التاني نسأل الله السلامة، هيكفنوها في أكفان من نار وحنوط من نار. قبل ما انهي معاك الفيديو ده هقول لك على حاجة صعبة قوي. عارف الروح دي بتخرج ازاي؟ لو انسان عاصي بالظبط زي ما تجيب شوية صوف وتحط فيهم شوك وترمي عليهم مية وبعدين اقول لك طلع الشوك من الصوف، شفت بتنتزع ازاي؟ هكذا الروح تنتزع من كل عرق ومن كل عصب ومن كل عظمة ومن كل شعرة. طيب ولو هو إنسان صالح، تخرج كنسمة هواء بارد في جو حار. شوف نسمة الهواء البارد بتيجي جميلة ازاي كده، طيفة بسرعة تخرج، فيصعد بها ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب على حسب عمل ابن آدم. عشان كده لمثل هذا فليعمل العاملون. خلي بالك الدنيا عرض زائل يأكل منها البر والفاجر، والآخرة وعد صادق يحكم فيها ملك عادل، يحق الحق ويبطل الباطل. يلا نقول شعرنا بالحب يمضي بنا اللقاء، وبالأمل والتفاؤل نعيش الحياة، فتفاءلوا ولا تحزنوا، فإن لكم ربا غفورا رحيما، فما ظنكم برب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.